السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هسأل السؤال الاصطناعي ذكاء، سؤال بيسألني كتير في البيت. يعني ممكن تقترح عليا أتغدى إيه اليوم ونشوف هيقولولنا إيه؟ هل السندوتش ده جاب مشوي، عدس، سلطة فواكه، بيتزا، نودلز والحاجات دي كلها؟ اقترح علي أكلات صحية مفيدة. ممكن أقول له اقترح أكلات مناسبة للأطفال، جاب لي حاجات كتير، أكلات للأطفال، أكلات. على فكرة ممكن تقول له هنا بالصوت بالميكروفون ويبدأ إن هو يفهم. اقترح عليا أكلات مناسبة لمرضى السكر. الجميل ان انت ممكن تخليه يسمع لك الحاجات دي. بالتأكيد إليك بعض الاقتراحات لوجبات. عندي زبادي في الثلاجة، اقترح علي وجبات يدخل فيها الزبادي. فقال لي زبادي مع العسل، زبادي مع الشوكولاتة، زبادي مع المكسرات والبذور زي اللوز والجوز والكاجو وهكذا. طيب، ما هي المشروبات التي والأكلات التي تساعد على حرق الدهون؟ فكتب لك بقى الشاي الأخضر والقهوة وعصير التفاح أو خل التفاح وهكذا، وأدنا بقى شوية نصايح حلوة كده، الشوفان مع الفاكهة والحاجات دي كلها. فبدل ما نقعد نسأل بعض، احنا نسأل ممكن نقول له عايزين 30 وجبة طوال الشهر، اقترح حاجة 30 وجبة أثناء الشهر، هو يبدأ يدينا كل يوم ناكل ايه.